السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هقول لك ليه المكسب بيضرب معاك بسرعة، تمام؟ ركز معايا، ده وضع القياس الأول، تمام؟ 100 mF اللي هو قياس المكثف فعلا. ليه بتركب مكثف ويضرب منك بسرعة؟ تمام؟ ده مثلا مكثف 50 فولت، 2200، 2200 مايكرو، تمام؟ هنقيسه كده. طبعا لو انت خلع من جهاز اعمل شورت كده على الرجول جديد، خلاص قيس على طول مباشر. ده مكثف 2200، هنقيس كده. طبعا عشان الميكرو عالي فبتأخر شوية على المشي. او عطينا كام؟ 2180، وهو كام؟ 2200، تمام. طيب بص يا غالي، دي انواع صيني، ومش كل انواع الصيني وحش، تمام؟ يعني مش كل انواع الصيني رديئة، تمام كده. طيب ازاي تعرف المكثف وانت بتشتري اصلا؟ ان كان مكثف خامته حلوه او خامته وحشه، تمام، او جودته يعني جوده عاليه او جودته جوده ايه رديئه. بص يا غالي، ده المكثف الرديء من تحت، ملاحظ ايه؟ الكاوتشات ده ممسوح مسح كده مسطحه، تمام، ديت مسطحة. طيب ديت فانزم دوائر كده، طيب ديت نظام دوائر. الخامة دهيت أردأ شيء، أردأ يعني الجودة بتاعتها أقل خامة خالص، أقل جودة خالص. ديت أعلى منها شوية، تمام. طب احنا عاوزين نشوف العالي، يعني أنضف حاجة، إن هو أنضف حاجة اللي هو ده، هتلاقي ان المكثف مش عارف يوضح في الكاميرا، المكثف نصين اهو، نصين نص كده ونص كده، والرجول طالعه من ايه؟ من مجرى كده في الوسط، تمام كده. هتلاقي الجنب ده عالي والجنب ده عالي، والرجل طالع منين؟ من مجرى في الوسط اهي، ظهر اهي، تمام كده، مجرى في الوسط اهو، تمام كده بالشكل ده كده. اما ده ممسوحة مسح كده، لا عالي ولا واطي ولا اي شيء، تمام. فده خامة، دي خامة تعبانة جدا، دي خامة عالية ونضيفة. عشان لو بتركب في شاشة، نصيحة، ركب من النظيف ده عشان ترتاح، عشان الشاشة ما تعطلش منك مسافة أسبوع ويرجع يقول لك أنت اللي مصلح. طب ده وسط دوائر كده، ده وسط، ده خامة وسط، والكلام ده عن تجربة شخصية. ده خامة وسط، ده أعلى واحد، ده أعلى واحد فيهم. هنا جنب عالي وهنا جنب عالي، ورجول خارجة، وفي زومبا في الوسط اهي، حتة عالية كده. ده المكثف ده نضيف جدا، تمام. طب هنقيسه كده مثلا، انا مهمنيش هو مخرج كام، لان عارفين احنا في مثلا نسبة خطأ، في نسبة خطأ ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية. هنعمل شورت، لو هو جديد، لو هو قديم، لو هو جديد خلاص. هنقيس كده، هو 470 مايكرو هيديني كام؟ انا مش هتفرق معايا الرقم، 440. هو كام؟ 470، تمام، 470 مايكرو. انا مش يهمني الرقم كام، بس يهمني اللي هو يعيش. وفي مكثفات، في مكثفات على ورقتين، لو اشهرت الورقة الأولانية كده، يعني مثلا ده كام؟ مثلا هتلاقيه 35 فولت، 470. هتلاقي ورقة محطوطة كمان تانية، وهتلاقي ورقة جوا كام؟ 25 فولت، 470، مع إن مكتوب من بره 35 يعني أعلى. لأ، عشان كده المكثف بيفرقع بسرعة أو بينتفخ بسرعة برضه، لكن الخامة ده أهي عمرها ما زعلتني،
الخامة ديت قام رمز عليك، واضحة في الفيديو اهي، اهو في الكاميرا اهي، واضحة خالص اهي. ديت أنضف خامة أنا جبتها، أو أنضف خامة عن تجربة شخصية عاشت في الشاشات والرسيفرات والتلفزيونات وكل الأجهزة عامة يعني. فدي معلومة سر من أسرار المهنة. يا رب يكون عجبكم، أشوفكم على فيديو إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.